ديالنا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الرغيفات حلوين كيجيو مقرمشين ساهلين غير كتحضروا يصلحوا في كاسكروت اولا الا جاتكم شي طيب ولا كيجيو زوينين. المهم تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو بها هي هو الحشو. الحشو غادي نحتاجو فيه ان شاء الله جوج بصلات كبار يكونوا مشلين على هذا الشكل هذا مشلل صغير. غنضيف عليه واحد القليل من الزبده وغادي نضيف عليها الزيت زيت البلديه وغادي نشعل على النار تكون مهيله وغادي نحرك حتى تبطلنا شويه البصله. غادي نضيف عليها الدجاج. عندي هنايا ملحه غادي نضيف دابا الدجاج مع البصله باش طيب ماشي طيب الدجاج وطيب البصله في نفس الوقت. هنايا جبت السده ديال الدجاج ديروا نتوما الكميه اللي عندكم ماشي مشكل الكميه اللي متوفره ديروها. غنحرك المكونات على هذا الشكل هذا غادي نزيد دابا العطريه. عندي هنايا واحد الملعقه صغيره ديال الخرقوم بلدي ملعقه صغيره ديال سكنجبير ربع معلقه ديال البزار نص معلقه ديال التحميره وهنايا عندي واحد رص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج وهنايا واحد قليل من الضويمه غادي نضيفهم. هاد الحشو هذا اولاد العمارة هادي غادي نديرها حلوه غنخلي هاد الدجاج البصله حتى يطيب شويه وغادي نضيف المكونات الاخرى. من بعد ما وجد البصله والدجاج غادي نضيف جوج حبات ديال الجزر اللي حكيتهم كونوا صغار حكيتهم عصرتهم مزيان داك الماء اللي فيهم غادي نزيد هنا واحد الحبه ديال التفاح. التفاح هو اللي كيعطينا التعليكه لهاد العماره هادي كتجي حلوه كتجي زوينه معلكه. غادي نحركو غنزيد معلقه كبيره من السوحه ديال سنيده باش تعلك لنا العماره باش تعلك ما نزيدوش على معلقه نكتفيو معلقه كبيره مسحوقه فقط. وغادي نضيف واحد الساشي ديال المذاق ديال الزهر باش كيعطينا ديك النسمه ديال المزهر اللي شميتو في ريحه زوينه ريحه مزهر. صافي وغادي نستمر في التحريك حتى يوجد ليا تتوجد ليا هاد العماره هادي وطيب نشوف ما تبقاش فيها هاد الماء هذا نشوف داك الماء اللي فيها تجي معلكه وناشفه. كتشوفوا هي هاد العماره هادي صافي نشفات. انا دابا غادي نطفي عليها وغادي ندوز لتحضير العجينه. المقادير ديال العجين غنحتاج
500 غرام ديال طحين الفرس، جوج معالق ديال زيت نباتيه معلقه كبار، معلقه كبيره ديال العسل، اللي ما عندوش يدير السكر ساعتها، واحد 4 غرام ديال الخماره، يعني غنديرو نص ديال الخماره حيت الزيت كيكون فيها 8 غرام، غنديرو نص ديالها. بالنسبه للماء غادي ندير المقدار اللي غادي يكفيني اللي يجمع لي العجين. المهم انا غادي نديرو نقولكم شحال هزات لي الماء. بالنسبه للماء اللي درت دافي مدرتوش بارد. بعد ما تعجنات كيجي القوام ديالها بحال هكا كتخصها تجي الطبق. انا دهنتها بالقليل من الزيت، غندير دابا كره ونقسم على جوج، نقسم على جوج ديال الكرات. وغادي نديرهم في الميكه هادي يرتاحوا واحد ربع ساعه 15 دقيقه، وان شاء الله نرجع باش نكمل معكم الرغيفات ديال اليوم. ملي العجينة ترتاح غنبدا دابا نصاوبو نفس الكرة الأولى. جبت هنايا درت الزبده ذوبتها مع القليل من الزيت باش نورق بها. صافي دابا من بعد ما سرحتها غادي نطويها على شكل مسمنه ولا رغيفه الشكل هذا. نحاول نجبدها من الجناب. نضربوا له شويه الجناب هادو صافي كندير على هذا الشكل. صافي كنديرو على هاد الشكل هذا وكنخليوه بغيت يرتاح، وغادي نطلق الكره الثانيه. بعد ما ساليت الكره الثانيه درت على شكل رغيفه غنخليها حتى هي ترتاح. من بعد ما غادي يرتاحوا ليا شويه واحد 10 ديال الدقائق ولا يسهلوا ليا باش نطلقهم، وان شاء الله نكمل معكم الطريقه ديال التحضير ديال الرغيف ديال اليوم.
دابا غادي نطلقوا هاد العجينه هادي مزيان اللي تحت تحت خاصها تجيني ورقه على ورقه ما يجيبنيش بعدين باش تجي مقاده. كنطلقها مزيان حتى كترقق. كيخص نطلقوها مزيان باش تجي مورقة وتجي مقرمشة. دابا غادي نزيدو من فوق شويه ديال الزبدة. غنجيب دابا الحشو غنديرو هنايا. صافي كنشدوه كنديرو على شكل لولو بهذا الشكل هذا. هنايا كنديرو واحد الأشريطة باش يعطينا داك الديكور. صافي كنجيب واحد لاطا لي دهنتها ونهز هادي نحطها هنايا. صافي وجينا اللي باقا ليا ونكمل معاكم ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما قطعتهم جبت القليل من الحليب وصفار بيضة غادي ندهنهم وغادي ندخلهم يطيبو الفرن. هاي في الطابو انا دابا غادي نجيب العسل وغادي ندهنو ما حطو باقي سخان. باقي يجيو مقرمشين هانتوما كيفما كتشوفو مقرمشين. انا غندهنو مزيان غادي نزوقهم بهذا جبت هنايا كوكو إفيلي. نتوما استعملوا اللي عندكم لوز إفيلي المهم اللي عندكم موجود تقدروا تستعملوه.
مزيان كيبقى اختياري. صافي نستمر على الطريقة هذه حتى نسالي الرغيفات كاملين، ونوريكم الرغيفات في طبق التقديم ان شاء الله. هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديال اليوم، كما كتشوفوا زينتهم بكوكو ايفيلي وبالعسل، دهنتهم بالعسل. نتمنى ان شاء الله يروقوا الاعجاب ديالكم وجربوهم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. وكيف العاده ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو اليوم ضغطوا على زر الاعجاب، ولا مازال ما اشترك في قناتي اشترك، والى فيديو ماجي ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا هما كيجيو رطبين وهشاش.